السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أينما تكونوا، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الصحافة اليوم. هذا البرنامج الذي نطالع فيه أبرز ما عنونته الصحف والمواقع الإلكترونية من أخبار وأبرز تلك القضايا نناقشها مع ضيوف كرام. لكن قبل أن نطلع على تلك القضايا ونناقشها، دعونا نذهب إلى جولة سريعة في أبرز ما عنونته الصحف والمواقع الإلكترونية من أخبار. نبدأها بنيوز يمن والذي أورد العناوين التالية: الشرعية لا تمانع التنازل عن حق سيادي، الأمم المتحدة تنتظر من الحوثيين الإذن للمراقبين بدخول اليمن. دعا إلى تحقيق العدالة ومواصلة النضال ضد إرهاب الأخوان محمود لا صلح مع المعتدين على المنازل في المسراخ. دراسة دولية: ألغى ميليشيا الحوثي في سال تهامة تتسبب بانخفاض 38% من المساحة المزروعة. أمريكا تكشف دليلا ثانيا على تورط إيران في هجمات خليج عمان. وكالة خبر طلعتنا بالعناوين التالية: خبراء يحذرون من ترسانة الأسلحة الحوثية المشبوهة في اليمن. التحالف يدك أهدافا عسكرية حوثية ويدمر منظومة الدفاع الجوي بصنعاء. ميليشيا الحوثي تواصل خروقاتها لوقف إطلاق نار بالحديدة وتصعد من قصفها الأحياء السكنية. ميليشيا الحوثي تستحدث خنادق ومتارس داخل مدينة الحديدة وتدفع بتعزيزات ضمن ترتيباتها المتسارعة لنقض اتفاق السويد. خسائر في صفوف الحوثيين بقصف صاروخي استهدف مواقعهم في مديرية الزاهر بالبيضاء. عدن تايم أورد العناوين التالية: 6 أشهر على اتفاق ستوكهولم، الحوثي يهدر فرص السلام. كيف تجاوز الحوثيين حزب الله وباتوا الوكيل المفضل لإيران للعبث بالمنطقة. مقاتلة التحالف العربي تشن غارات جوية عنيفة على مواقع وتحركات الحوثيين في صعدة. مصرع عشرات الحوثيين في مواجهة عنيفة جنوب الحديدة. الأمم المتحدة: الحوثيون منعوا دخول 65 مراقبا دوليا إلى الحديدة. رصد تحركات مكثفة للحوثيين بالحديدة وسط هجومين بالتحيتة. بعد رفض دفع الحساب، مشرف حوثي يغرس جنبيته في وجه حارس مطعم بصنعاء. وكالة 2 ديسمبر طالعتنا بالعناوين التالية: 6 أشهر على اتفاق ستوكهولم، إصابة الحوثي تهدر فرص السلام. وحدة العمليات الإنسانية التابعة للمقاومة الوطنية تواصل إغاثة الأسر المحتاجة في الجاح. الأيام أوردت العناوين التالية: كتائب أبو العباس، الإصلاح يخفي جنودا جرحى في سجون سرية بتعز. الحكومة عاجزة عن دفع مرتبات 49,000 محالل للتقاعد. قلق أممي من مواجهة كبيرة لا يتحملها العالم. الصائقة الجنوبية تستعيد جبل المشمر غرب الضالع. الحياة طالعتنا بالعناوين التالية: التحالف يعلن عن تدمير أهداف نوعية منظومات دفاع جوي حوثية. حقوق الإنسان: استهداف مطار أبها يعكس الوجه القبيح لميليشيا الحوثي. السعودية لمجلس الأمن: إجراءة عاجلة لمحاسبة مخططي ومنفذ الهجوم على مطار أبها. وأوردت الشرق الأوسط العناوين التالية: الميليشيات المدعومة من إيران تصر على استهداف المدنيين وانتهاك القانون الدولي. رسالة غوتريتش لمجلس الأمن: 3,000 كلمة حول الحديدة والمراقبين، تمديد وشيك لبعثة أممية انتهت مهمتها قبل أن تبدأ في الحديدة. أما في البيان الإماراتية فقد أوردت العناوين التالية: الدفاع الجوي يسقط 5 طائرات حوثية مسيرة باتجاه مطار أبها وخميس مشيط. السعودية ستتخذ تدابير عاجلة لردع الحوثيين. استعادة جبل المشمر في حلحال غرب الضالع. قوات شرعية تتقدم في عمق صعدة. خبراء فرنسيون للبيان: سلاح الحوثي خطر، وجهته إيران نحو العالم.
إذن انتهت مهمة البعثة الأممية قبل أن تبدأ هذه البعثة التي أتت وفق اتفاقات وتفاهمات ستوكهولم، ذلك الاتفاق الذي نص أن 20 من يناير الماضي هو آخر يوم لتسليم الحديدة، وستكون بعدها الحديدة حرة طليقة من ميليشيات الحوثي، إلا أن 20 من يناير أتى ولم ينجز شيء، وتلت الشهور دون أن يمضي شيء. بعد ذلك مددت الأمم المتحدة 6 أشهر لخبرائها، الآن انتهت المهمة قبل أن تبدأ كما وصفتها الصحافة العربية وحتى العالمية. أيضا ما هو ملفت للنظر أن الأمم المتحدة تشكو من أن 65 مراقبا من أصل 75 مراقبا لم يتمكنوا من دخول الحديدة، ولم يعطهم الحوثي تأشيرات دخول. ربما الأمور تبدو معقدة أكثر من اللازم، والأمور تذهب نحو التصعيد العسكري، هكذا يقول معظم المراقبين للشأن اليمني. مناقشة هذه القضية دعوني أستضيف وأرحب معي بالدكتور عصام شريم، عضو مجلس الشورى، كما سيكون ضيفي عبر الهاتف الأستاذ نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان. نبدأ النقاش بعد فاصل قصير. لو بدأت معك دكتور عصام، بعد 6 أشهر ما تزال الأمم المتحدة تنتظر الإذن لدخول مراقبيها، قراءتك؟ والله في حقيقة الأمر يفترض أن الأمم المتحدة تعترف بسلطة واحدة في اليمن، لكن يعني دعنا نعتبر أن هذا تعامل مع سلطة أمر واقع. لكن أيضا التواجد الأممي في إطار اللجان المشكلة بقرارات أممية يفترض أن يكون يعني ملزم، لا ينتظر موافقة من أحد الأطراف، الذي يعتبر في الأخير يعني أقل حاجة من منظور المجتمع الدولي طرف متمرد. بالتالي انتظار الحصول على موافقات من هذا الطرف المتمرد يعني تثير إشكالات أخرى في عنوان التعامل مع هذه الأطراف. لكن بعيدا عن الموافقة والدخول من عدمه، نحن ارتضينا بموجب قرارات يعني دولية أن يتم تسوية ملف الحديدة بناء على اتفاق ستوكهولم الذي أعقبه قرار أممي ملزم للأطراف بالتعامل مع هذا الاتفاق. طيب منذ تاريخ اتفاق ستوكهولم وما أعقبه من قرار دولي وإلى اليوم لم يتم تنفيذ شيء على أرض الواقع. تحدث مارتن غريفت أنه تم تسليم مواني الحديدة الثلاث إلى السلطات الأمنية كما ادعى، أو إلى خفر السواحل. يوم أمس يصرح لوريس غارد أنه لا زال يدعو الحوثيين لإزالة المتارس والمظاهر، ما سماها المظاهر المسلحة في ميناء الحديدة، ويدعي أن ميناء الصليف ورأس عيسى يعني خالي من الـ يعني التسليح أو من مظاهر المسلحين. طيب هذا الكلام الذي يثبت حالة التناقض حتى فيما بين الأطراف الدولية ذاتها، والتي يفترض أنها تكون في إطار واحد قد اتفقت على سيناريو معين، أنه هل تم تسليم المواني أم لا. هذا الحال من اللغط الذي نمر به منذ انطلاق مفاوضات ستوكهولم، ثم القرار الدولي الذي استلاها، ثم مسألة التنفيذ على الأرض، ثم المبعوث الجنرال كاميرث الذي غادر بناء على طلب محمد الحوثي وجماعته، وتم يعني محاولة إطلاق النار عليه في الحديدة أكثر من مرة، وتغيير المبعوث بمبعوث آخر يعني قريبا من الهواء الحوثي بحسب ما نراقب يعني على الأقل. كل هذه المعطيات على الأرض تؤدي إلى نتيجة واحدة، هي أن الأمم المتحدة يعني تكون، إذا لم نقول تتماهى بالمعنى الدقيق مع ما يريده الحوثيون، على الأقل هي قريبة إلى حد ما من ما يطرحونها أو من وجهة نظرهم. طيب احنا تكلمنا عن تسليم الحديدة كمدينة وموانئها، الانسحاب منها. طيب الانسحاب، من سينسحب من الحديدة قبل أن تدخل القوات الحكومية أو القوات المشتركة التي تقع في إطار التحالف العربي، قبل أن تصل إلى مشارف الحديدة؟ من كان يسيطر الحديدة؟ من يسيطر الحديدة فعليا إلى اليوم؟
إذا لما نتحدث عن انسحاب من الحديدة يفترض أنه مفهوم حتى للطفل قبل الكبير وقبل المحلل وقبل يعني الباحث، أن من سينسحب من الحديدة هو من يسيطر عليها عمليا بقوة السلاح. إذا أين هذا الانسحاب؟ نعيد لنغير التسمية مرة أخرى ونستبدلها بمسمى إعادة الانتشار. إعادة الانتشار معنى ذلك أن القوة المتواجدة عمليا على الأرض هي التي ستعيد التموضع والانتشار في ذات المدينة. إذن ونتحدث فيما بعد لاحقا أنه تم استلام الحديدة وموانئها أو المواني من قبل خفر السواحل اليمنية. طيب قدموا كشوفات، من هي القوات خفر السواحل؟ تواريخ تجنيدها، هم قالوا 300 إلى 600 تقريبا فرد، من هم 600 دولة؟ هل هم فعلا ينتبوا للجيش اليمني؟ ما هي صفاتهم؟ ما هي رتبهم العسكرية؟ من أين تخرجوا؟ قرارات تعيينهم المسبقة؟ يعني هل إذا كانت السلطة الوحيدة التي يعترف بها العالم والأمم المتحدة سلطة عبد الرب منصور هادي، هل تم تعيين هذا القائد العسكري أو خفر السواحل أو قيادة خفر السواحل من قبل عبد الرب منصور، أم أن هناك قيادة سياسية أخرى هي التي عينت هذه القوى الأمنية؟ هذا الكلام الذي أعتقد دكتور عصام أن هذا اللغط كله ربما كان إشكالا من غموض اتفاق ستوكهولم، وكان يجب أن يناقش كل ذلك والآلية تطرح بشكل واضح غير قابل للتأويل في اتفاق ستوكهولم. يا أخي شوف، القضية ليست الخلل في آليات أو غير، هناك سوء نوايا من قبل الأطراف الفاعلة والراعية لعملية السلام. يعني هناك أمور تطرح في العلن وأمام الإعلام، وللأسف الشديد يعني هذه ليست تمسكا بنظرية المؤامرة كما يقال، لكن هذه حقائق يعني نلمسها. القضية مش يوم ولا يومين ولا شهر حتى نقول أنه إحنا متوهمين. قضية في معطيات يعني واضحة على الأرض، يعني لا يوجد نوايا لحلحلة الملف اليمني وبالذات مسألة الحديدة. الحديدة هي المتنفس الأخير، وهذا الكلام نكرره منذ سنة ونصف سنتين، نقول أن الحديدة هي المتنفس الأخير لهذه الميليشيات، الرئة الاقتصادية التي يتنفسون من خلالها، أيضا هي مصدر مهم للأسلحة الحديثة التي على فكرة كلما يحدث تطور نوعي في الميدان ومزيد من الضربات العسكرية من قبل الحوثيين لأهداف جديدة سواء في العمق السعودي أو غيره، يجب أن تتأكد أن هذه الأسلحة يعني جاءت حديثا. لا ننجر إلى البربغندا والكذب الإعلامي أنه كل يوم الأبحاث الحوثية والتطوير العلمي يعني في حالة من التصارع وتطوير أسلحة. هذه الأسلحة تأتي من الدول المجاورة للأسف الشديد، ويتم تهريبها إما عبر البحر أو عبر البر أو عبر منافذ كثيرة. اليمن بلد كبير ومفتوح، وهناك تآمر كبير ليس على اليمن على فكرة، التآمر على المملكة العربية السعودية. سأظل أكرر وأتحدث هذا الحديث، وفي ناس تزعل ما تزعل، المؤامرة ليست على اليمن، الحرب التي تقودها المملكة العربية السعودية هي دفاع عن النفس أكثر. هي صحيح تعين اليمنيين وشيء لا ننكره وعلى العين والرأس وكل يعني، وقلنا فيها يعني ما يعني تستحق القول، لكن المملكة العربية السعودية تدافع عن نفسها بالدرجة الأولى. المؤامرة هي على المملكة العربية السعودية، ما يحدث في ما حدث في خليج عمان أو في بحر عمان، وما يحدث كل يوم من محاولة لتفجير الموقف والسيطرة على طرق الملاحة الدولية وعلى يعني ممرات النفط، هذه كلها ليست المستهدف بها اليمن بالدرجة الأولى. اليمن أصبح ترانزيت لقصف السعودية، ونحن نلاحظ إيران، لو كانت إيران قصفت مطار أبها من طهران كان قد حدث ردود أفعال من قبل العالم كامل كما حدث لصدام حسين، لكن يعني طهران تقصف المملكة العربية السعودية من اليمن. هذه الطلعات الجوية التي تتعامل معها يعني كلما ضاق الخناق على إيران كلما أوعزت لوكلائها في اليمن لاستهداف اليمن وغيره ربما لأجل، لكن ليس موضوعي، لا أريد أن أذهب بعيدا دكتور عصام، موضوعي ربما اليوم هو الحديدة. دعني فقط أشرك معي الصحفي رماح الجبري عبر الهاتف. أستاذ رماح، 6 أشهر على اتفاق ستوكهولم، ما الذي أنجزه هذا الاتفاق؟ للأسف الشديد الاتفاق لم يحقق أي تقدم، بالعكس أضاف معاناة إلى معاناة اليمنيين، وأضاف يعني دماء وأبرياء وضحايا جدد وقعوا بسبب هذا الاتفاق، وللأسف الشديد أطال وحقق للميليشيا الحوثية انتصارات، يمكن أن نحسبها انتصارات كذلك، لأنها
ساهمت أو أطالت عمر الميليشيا الحوثية وأطالت سلطة الميليشيا الحوثية على موانئ الحديدة، بل على العكس يعني كان استفادت الميليشيا الحوثية من التماهي والتعامل المدلل من قبل الأمم المتحدة، وحتى وصل الأمر إلى إشادة المبعوث الأممي في مجلس الأمن الدولي العالم أمام ومرء العالم أن يشيد مبعوث أممي بزعيم ميليشيا إرهابي ارتكبت كل الجرائم بحق اليمنيين. لذلك هذا الاتفاق هو بالنسبة لليمنيين يعني بحد ذاته الاتفاق كارثة، والكارثة أن يعول على هذا الاتفاق أن يحقق شيء لليمنيين للأسف. وهذا ما يجب أن يتم العمل عليه. أولا أمنية شخصية أن يتم إعلان فشل هذا الاتفاق بشكل كامل وتعود الأمور إلى ما قبل الاتفاق. الاتفاق هفوة للدبلوماسية اليمنية، الاتفاق كان يعني كسر ظهر للشرعية اليمنية. اليوم الأمم المتحدة تمارس إجراءاتها وفقا لهذا الاتفاق الذي بني على باطل للأسف. ونتمنى سلام محمد، من المسؤول عن إعلان فشل هذا الاتفاق الذي وصفته أنت بأنه كارثة؟ الاتفاق فشل يا أخي العزيز، والمعني بالفشل والمعني بإعلان الفشل هي الأمم المتحدة التي رعت هذا الاتفاق، بالإضافة إلى أن الحكومة الشرعية موقفها حتى اليوم يعني بدأ في خطوات جيدة من خلال إعلان أو رفض أو وقف التعامل، سواء بالرسالة التي بعث بها أو التوجيه الذي بعث به مجلس النواب وهي رئاسة مجلس النواب للحكومة بعدم التعامل مع المبعوث الأممي، أو الرسالة التي وجهها الرئيس هادي للأمين العام للأمم المتحدة وسرد فيها التنازلات الكبيرة التي قدمتها الحكومة، وطلب أيضا ضمانات شخصية من قبل الأمين العام المتحدة على أن يلتزم المبعوث الأممي بالقرارات الدولية التي وجد من أجل تنفيذها، لا من أجل العبث بالاتفاق الذي يحمل نصوص مطاطية. للأسف اتفاق السويد حمل نصوص مطاطية تفسر على هوى الطرفين، مثلا الميليشيا الحوثية تفسر الاتفاق وفقا لما تراه في مصالحها، وكذلك أيضا الحكومة الشرعية والجميع أيضا وافق على هذا الاتفاق وفقا لما هو وفقا للنوايا، لأن النصوص المطاطية أحدثت مشكلة، والمبعوث الأممي لم يقدم أي تفسيرات لهذه النصوص أو يحدد مثلا من هي القوات التي تتسلم مدينة الحديدة، من هي، لأنه الحكومة الشرعية تقول أن القوات التي تتسلم مدينة الحديدة هي القوات التابعة لوزارة الداخلية الحكومة الشرعية، والتي تديرها أيضا وتتبع في إدارتها وجهازها الإداري الحكومة الشرعية. لذلك المبعوث الأممي في أحد مقابلاته ناقض هذا الكلام، وأيضا ذهب إلى الحديث أن القوات الموجودة اليوم، ثانيا القوات الموجودة صدر ما ليس المهم ما تقوله الحكومة الشرعية، ما تقوله الحكومة الشرعية أن تكون من تتسلم هذه الموانئ هي وزارة الداخلية، المهم ما الذي ينص عليه اتفاق ستوكهولم، من الذي يتسلم عليه؟ نعم أخي، كما ذكرت قلت لك أن الاتفاق حمل نصوص مطاطية غير محددة لأي قوات، وهذا كان عامل مهم في من عوامل الفشل الذي هو حاصل اليوم من قارب 6 أشهر من الاتفاق. للأسف الشديد استفادت فقط الميليشيا الحوثية، بينما توقفت المعركة التي كانت على أبواب مدينة الحديدة، بالعكس كانت في وسط مدينة الحديدة، وكانت القوات المشتركة مسنودة بطائرات التحالف قد وصلت إلى عدد من الأحياء في مدينة الحديدة، والمبعوث الأممي هو من استجلب الدعم أو الضغط الدولي على الشرعية والتحالف لإيقاف هذه المعركة، وهذه خطوة استفادت منها الميليشيا الحوثية، بل على العكس الميليشيا الحوثية هي من استدعت المبعوث الأممي لإنقاذها من مدينة لها أهمية استراتيجية في المعركة التي تواجهها، هي الشريان الرئيسي والذي يمدها بالإمدادات، وهي الرئة التي تتنفس منها الميليشيا الحوثية، ولذلك رأت أنها يمكن أن تخترها بالحرب، فحاولت أن تبقي هذه الميليشيا الحوثية وفقا لخطط أو لمشاورات هلامية أو لجهود سلام، وربما نجحت الميليشيات إلى حد الآن في ذلك. أستاذ رماح، لو أعود إليك دكتور عصام، المبعوث الأممي يتحدث عن إنجازات وعن
تقدمات في اتفاق ستوكهولم، وهو إلى حد الآن لم يستطع إدخال 65 مراقب، ولم يستطع حتى استجلاب لهم أو استخراج لهم إذن دخول من قبل ميليشيات الحوثي. فعن أي اتفاق وعن أي تقدم يتكلم عن جريفيث؟ من حق مارتن جريفيث أن يتحدث عن ما يشاء. هو يتحدث عن تقدم في 30 مليون دولار يصرفوها هو والموظفين واللجان التابعة له. يعني هذا نوع من التقدم الكبير بالنسبة لموظف في الأمم المتحدة. يعني أيا كان نعلم جيدا يعني هيكل المرتبات والأجور في الخارج لا يمكن يصل يعني إلى 20,000 دولار، لكن كويس أنهم 30 مليون يصرفوها وكذا، ومعهم إيرادات من حق البعثات الإنسانية. أي 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 انتصار وأي يعني حققه مارتن جريفيث، إذا كان الدقيق والقمح ظل في صوامع الغلال في المطاحن البحر الأحمر حتى انتهى وتلف، وتحدثوا بأنفسهم ومنظمات الغذاء العالمي وغيرها تحدثت أن الحوثيين يسرقون أغذية الناس. كل المعونات الإنسانية والأدوية يعني بإقرار كافة أو معظم المنظمات العاملة في المجال لا تصل إلى محتاجينها. يتم بيع الأغذية والإغاثة في السوق السوداء والمتاجرة بها باسم معاناة اليمنيين وأمراضهم وأوجاعهم. كما تحدثت أيضا لم يستطع أن يستخرج موافقة أو فيزا لدخول الموظفين الذي يفترض أنه جاءوا بقرار أممي وأن وجودهم إلزامي. إذن نحن أمام مشهد يعني واضح من الفشل. مارتن جريفيث من الطبيعة أن يتحدث أنه حقق نجاح واختراق ما، لأنه في الأخير موظف وحريص على وظيفته وعلى استمرار نجاحه أو على ادعاء النجاح في هذا الملف، لأنه أي فشل أو أي وصول إلى حالة انسداد سوف يؤدي إلى تنحيه عن الملف وذهابه. المشكلة يا عزيزي أنه عندما قامت السلطة الشرعية بتحرير المذكرة إلى الأمانة العامة كان يجب أن لا يتم تحرير هذه المذكرة بحالة انفعالية. يعني كانت يجب أن يتم وفقا لدراسة واستيعاب كافة المعطيات الموجودة على المستوى الدولي والداخلي، وهل نحن ذاهبون لقطع العلاقة تماما مع مارتن جريفيث فعلا، أم أنه هناك خطوط رجعة؟ إذا كان هناك خطوط رجعة كان يجب أن يتم التعاطي مع هذا الملف بشكل يعني أكثر مرونة من ما تم عليه. لكن ما دام حررنا مذكرة الأمين العام وقطعنا كل خطوط الود، كان يجب علينا أن لا نعود للتراجع أيا كان. يعني كما خلينا نقلد الحوثيين ولو في حاجة بسيطة يا أخي، الحوثيين غيروا 2 مبعوثين في أقل من سنة، وإحنا نتحدث عن يعني مبعوث بيعلن صراحة أنه تم تسليم المواني وفقا للاتفاق الذي احنا طرف فيه، والذي يفترض انه نحن من يحدد هل هذا الاتفاق فعلا هذا التسليم وفقا للاتفاق ام انه لا. طيب من يفسر كما سألت انت ضيفك الكريم الاخ الصاحب اللي كنت تتحدث معه، من هو المناط به الجهة المناط بها تفسير كيفية التسليم ولمن تسلم الحديدة؟ هل اذا تحدثت الشرعية او نحن او غيرنا على ان الطرف الذي يجب ان يستلم الحديدة هو القوات الأمنية المتواجدة الآن، أم أن الحوثيين يقولوا أن الخفر السواحلي الموجود هو القوة التي يجب السلم؟ إذن لابد من جهة، وهذا الكلام تحدثنا عنه منذ انطلاق مفاوضة ستوكهولم وفي نفس اليوم، وكنا مع كثير من القنوات وقلنا إذا لم يتم تحديد واضح لماهية الجماعة الأمنية المناط بها استلام الحديدة فإننا أمام إشكالات أكثر تعقيدا من الانسحاب من الحديدة. اليوم نحن أمام هذه الإشكالية، لا يستطيع أحد أن يعطيك فتوى واضحة من هي القوى الأمنية التي ستستلم الحديدة. يا أخي نحن مش حانبين بأنه يستلمها الحسن طاهر ولا يستلمها فلولة، مش ضروري ذولا يا أخي يروحوا عادي، المهم أنه تسلم الحديدة ويسلموا أبنائها ويأتوا ناس يعني حتى طرف ثالث يعني يتفقوا عليه، يأتي طرف ثالث من الطرفين يتفقوا عليه ويسموه، مش ضروري يكون لا محمد كحيم ولا الحسن طاهر ولا يعني يأتي طرف ثالث ويكون مقبول حتى من الإشكالية في الطرف الثالث. دكتور عصام يا أخي موجود اليمن واللادة والحديدة فيها ناس فيها رجال يا أخي، غير الناس كلهم غير من يعني، فليستبعد كل من كان منحاز مع الشرعية أو مع الحوثيين. في ناس شرفاء موجودين يعني
ولم ينحازوا لطرف دون موجودون آخر. موجودون لكن هل سيقبل الطرفان بهم؟ يا أخي يا أخي في حاجة اسمها مصلحة وطنية عليا، صلى على النبي. طيب يا أخي احسبوا. وهل أنت تظن أن الحوثيين لديهم هم بالمصلحة الوطنية العليا؟ طيب اللي ما شوف اللي ما عنده هم مصلحة وطنية يحسم المعركة في الميدان ويهجع. احنا الشغلة يا أخي تعبنا وتعبوا الناس. الناس تعبوا، احنا نتكلم في الاعلام واحنا في الاخير خارج البلد. يعني مهما كان صح اننا نحن للبلد ومشتاقين ولدينا اهل ولدي اقارب، لكن في الاخير نحن في مأمن. الناس تموت، الناس تقتلها الالغام، يقتلها الجوع، يقتلها المرض، يقتل اللي ما يقتلهاش المرض ولا الجوع، يقتلها الفقر. الناس في حالة يرثى لها. إذن ما هو الحل؟ الحل ان نظل كل واحد شاهد من عنده يقول انا يعني انا على حق. وصلنا الى طريق ان الامم المتحده تقول لك هذا هو التسليم اللي تم. طيب احنا رافضين هذه القوه باعتبار انها يعني حوثيه 100% او انها تمثل سلاله او فئه. قلنا يا اخي جيبوا كشوفات يطلعوا على من هم العسكريين اللي استلموا الحديده، هل هم فعلا من قوى الجيش والامن السابقه، القوى الامنيه المعترف بها ولا لا؟ هل خرجت فيديوهات مصوره لهذه القوى التي تدعي الامم المتحده انها تسلمت الموانئ وهي تؤدي الصرخه؟ يوم العيد، يوم العيد ومحمد عيش قحم يزورهم وهم يصرخوا في ونشر اعلام الحوثيين هذا الكلام علانيه. يعني شوف الحوثيين ما يخبوش حاجه، متحدين وموقفهم واضح. المشكله ان هناك في وحده قرار وفي قياده واحده، وهنا نحن في حاله خليط. هذا الخليط اصبح مشغول بالصراعات البينية أكثر من القضية الوطنية، وهذه مأساة. يعني إذا استمرينا بهذا الوضع فإحنا في مهب الريح، ولن نجني أي ثمار، ولا سنستعيد للبلد، ولا سنستطيع التخلص من الحوثيين، ولا يعني للأسف الشديد يعني خلاص إحنا تكلمنا لما شبعنا في كل القنوات أنه ما يحدث من صراع في إطار تحالف الـ يعني الشرعية أو حتى الجمهوريين أو ما نسميه أيا كان المسمى. هذا الصراع البيني أشغلنا عن المعركة الحقيقية يا أخي، وأصبح الحوثي اليوم يرتكن على صراعاتنا أكثر ما يرتكن على الميدان. إذن قوة الحوثي ربما في صراعات خصومه وليست في قوته. لكن دعني أعود إلى ضيفي رماح الجبري. أستاذ رماح، ما هو الأفق إذن أمام الشرعية وأمام القوات المشتركة هناك؟ يبدو انه الحديث عن اتفاق ستوكهولم وفقا لما وافقت عليه الحكومه الشرعيه على ان الميليشيا الحوثيه تنسحب من الموانئ الثلاثه وتنسحب ايضا من مدينه الحديده فشل هذا الامر خلال 6 اشهر. كان هناك تصريح ايضا قبل اكثر من 3 اشهر للتحالف العربي اكد انه على استعداد لاستخدام القوه لتنفيذ اتفاق السويد، ويبدو أن هذا الخيار سيكون إجباري وربما سيقتنع به العالم في لحظة ما. إذا كيف سيقتنع به أخ رماح وهو يجدد الآن ويتجه إلى تجديد الوقت وتمديد الوقت للبعثة الأممية هناك في الحديدة؟ إذا أنا دعني أقول جبرة، إذا تخلى عن المصالح وأراد للقضية اليمنية أن تنحو نحو الحل، يبدو أنها الضغوط ستخف عن التحالف والحكومة الشرعية لتستأنف عملية عسكرية لتنفيذ اتفاق السويد الذي يقضي بانسحاب الميليشيا الحوثية من الحديدة والدخول إلى مدينة الحديدة بالقوة. ومثلما كانت القوات متوقفة على أطراف مدينة الحديدة ينبغي عليها أن تدخل إلى مدينة الحديدة. أما الحديث عن طرف ثالث كما تحدث ضيفك الكريم، يبدو أننا سنجزئ القضية مثلما يعمل المبعوث الأممي، وينبغي أن تكون هناك وحدة وقوة واحدة لمواجهة الميليشيا الحوثية، ولا يمكن مواجهة الميليشيا الحوثية بألوان واحدة. وللحكومة الشرعية وتفاهماتها السيادة والحق في تمثيل اليمنيين في مختلف المحافظات اليمنية، وينبغي أن يكون الجميع تحت راية الشرعية لتسليم مدينة الحديدة. والحكومة الشرعية قدمت تنازلات كثيرة، لكن لا ينبغي أن تتنازل بما هو تحت سيطرتها أو ما يمكن أن تديره لجهة طرف ثالث، وعليها أن تقوم بواجبها المأمول بها والذي يحتم عليها دور المسؤولية الكاملة بما يخص مدينة الحديدة، والعمل على إنقاذ أبناء مدينة الحديدة من خلال استئناف عملية
العمليات العسكرية، وهذا لا يتم إلا بمساندة السحاب. أليس الكلام هذا يا دكتور أستاذ رماح ما تطرحه أنت، أليس سابق أو نقول فات عليها الأوان؟ أولم توقع الحكومة الشرعية أو مبعوثة هناك على تسليم الحديدة لطرف ثالث، وأنت الآن تقول أنه لا يجب أن يتم تسليم الحديدة لطرف ثالث لأن هذه إنقاص من السيادة، أولم توقع على ذلك الحكومة الشرعية؟ لا يوجد طرف ثالث، ليس من هناك طرف ثالث، والحكومة الشرعية تقول أن القوات التي تتسلم مدينة الحديدة هي قوات تبع وتشرف عليها وزارة الداخلية، ولذلك وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية، ولم تتحدث الحكومة يوما عن طرف ثالث أو يمكن أن تسمى أو جهة ما يمكن أن هذا ما تصرح الأمم المتحدة وتقول أنه اتفاق ستوكهولم ينص على ذلك، وأن ما تسلمته هذه القوات التي هي أساسا لا تتبع حتى الحكومة الشرعية بل تتبع الحوثيين. الآن الأمم المتحدة تقول أن ميناء أي رأس عيسى والصليف قد تم تسليمها لقوات طرف ثالث تسميها الأمم المتحدة. لا يوجد ذكر في أي بند من البنود، وإنما تحدث عن قوات التابعة قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية وفقا لما قيل، حتى لم يحدد أيضا هذا النص أنه لما قبل 2014 القوات في مدينة الحديدة. لذلك نحن نراهن على فشل كل هذه الجهود، ونراهن على فشل المبعوث الأممي وفشل كل الجهود الأممية ما لم يكن هناك تدخل عسكري. الميليشيا الحوثية مع كل يوم تتطور وتستجلب الأسلحة عبر ميناء الحديدة وعبر الموانئ الأخرى، وعملية إيقاف الخطر على المملكة وعمليات الميليشيا الحوثية والإيرانية على المملكة يمكن أن توقف بتحرير مدينة الحديدة، وهذا ما ينبغي أن يفهمه التحالف ويعمل حاليا على استئناف معركة الحديدة وتحرير الموانئ الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية التي يتم منها تهريب الطائرات المسيرة بأشكال قطع ثم يتم تعقيبك دكتور عصام على ما يطرحه الأستاذ رماح الجبري. خلي احنا ناخذها واحدة واحدة. أولا احنا ما قلناش يعني أنه تسليم لطرف ثالث، احنا قلنا يأتوا الناس بشخصية يعني توافقية، مش طرف، شخصية توافقية لإدارة السلطة المحلية في الحديدة مؤقتا، هذا واحد، يعني يكون الناس كلها موافقة عليه، وهذه مش ما دام في مسار سياسي، أي مسار سياسي سيؤدي إلى هذا الأمر، يعني لابد أن يؤدي إلى أن تأتي وجوه أخرى غيرنا كلنا اللي إحنا طرف، هذا حقيقة، ما قلناش طرف بمعنى الطرف. الحاجة الثانية يعني الأمم المتحدة لما تتحدث أن هذا الطرف ثالث الذي استلموا الحديدة أو غيرها، ما همش حتى طرف ثالث، هم يعني تابعين، وهذا اتفق مع الأخ الذي تحدث من عبر الهاتف، يعني انهم هذا طرف اصيل من اطراف الصراع، بل انهم حوثيين، هم حوثيين، ايوه، من سلاله ومن بيت واحد. لكن ايضا اتفاق ستوكهولم انا اتفق معه انه ما قال طرف ثالث، قال وفقا للقانون اليمني. هنا جئنا في مساله التاويل والتفسير، وفقا للقانون اليمني هو يقول لك انا مسيطر على الارض وانا اللي نفذ القانون، طيب انت كأمم متحده بمن تعترف انه ممثل للقانون المحلي وانه معترف به امام العالم؟ عبد ربه منصور هادي وجماعته. إذن هذه السلطة الشرعية التي يجب أن، وكما تحدث في بداية حديثي، يجب أن هي الجهة المناط بها تعيين القوة العسكرية التي يجب أن تستلم الحديدة. لكن هذا إذا تكلمنا عن تفسيرنا نحل للنص اللي تم الاتفاق عليه في ستوكهولم. لكن في إطار موضوع التصالح السياسي أو موضوع المسار السياسي، خلنا نقول أنه لا هذه القوة اللي استلمت الحديدة يعني هي طرف ثالث، ولا القوة الأمنية الذي يجب أن يعينها عبد ربه منصور هادي. خلي احنا في النص، خلي احنا نجيب شخصية توافقية يعني، وليكون قريب من الناس كلها، قريب من المؤتمر أو يعني بمختلف توجهاته، ومن الإصلاح ومن الحوثيين، شخصية من أبناء الحديدة قريبة من الناس كلها ومقبولة عندهم، ويستلم الحديدة إلى فترة معينة، ويكون في اتفاق على أساس خروج القوات الذي هي متصارعة وإحلالها بعدين بقوات متفق عليه. يا أخي أنا ما نش ضد أن السلطة الشرعية، الآن الأخ الذي يتحدث يقول أن احنا بنجزئ الملف، أنا مش ضد أن السلطة الشرعية تسيطر على اليمن كلها وتبدأ من عدن ومن مارب ومن غيره، لكن أن كل شلة معها محافظة تطلب الله في هذا الكلام أصبح واضح، ما هو السر، يجب أن نتحدث، احنا مسؤولين أمام الله وأمام شعب، يعني هذا ما يحدث اليوم لا عدن تحت الشرعية ولا مارب يعني تحت عدن ولا عدن ولا سيء، كل واحد لوحده. إذن احنا الآن لما نذهب بالحديدة إلى هذا المصير ونسلمها أيضا إلى ملشنة أخرى وإلى جماعات مسلحة أخرى، وبعدين
الناس كيف ستعيش؟ الناس تريد أن تستقر وتعيش يا أخي. القضية مش قضية نجلس احنا، إما أن يكون لدينا إرادة عسكرية وسياسية قوية وجادة للحسم العسكري وإعادة الناس إلى منازلهم، ونضرب عرض الحائط بالأجندات الإقليمية والدولية التي كلنا نعلمها جيدا، أصبحت واضحة للناس كلهم، أو ندخل في مسار سياسي يا أخي ولا غالب ولا مغلوب. هذا هو الذي نرى. أما الآن بعد 4 سنوات نتحدث أنه سيتم الحسم، سيتم، هذا كلام فارغ وأصبح لا معنى له، والناس مش أغبياء، الناس ملت مننا ومن كلامنا. يجب إما أن يكون لدينا إرادة سياسية وقدرة عسكرية على الحسم الحقيقي، ونستطيع أن نرفع الـ زي ما يقولوا نرفع الزجاج ونمشي وننطلق ونحسم عسكريا، ولا نبالي بالأمم المتحدة ولا مارتن غريفت ولا الأمين العام، ونحسم أمورنا باعتبار أن هذه مصلحة وطنية عليا ونحن أدرى بمصالحنا. أو إذا كنا لا نمتلك هذه القدرة العسكرية ولا الإرادة السياسية الكافية، نذهب إلى مسار سياسي نسلم الناس الأذى والموت كل يوم. أعود إلى الأخ رماح الجبري في أقل من دقيقة، تعقيبك على ما طرحه الدكتور. لا هو أوضح كثير من النقاط وشكرا له يعني على التوضيح، لكن ما أود قوله أن المعركة اليوم أو بهذا التعامل مع فيما يخص ملف الحديدة لا يزيد إلا الكثير من المعاناة، ولا يزيد إلا الميليشيا الحوثية إلا قوة ويعني وتحقيق انتصارات معنوية وسياسية ما لم يكن هناك تحرك جاد من قبل القوات المشتركة. ونتمنى أن تكون أيضا هناك على استعداد أو أن لا تكون هذه الفترة من التوقف أثرت على مستوى معنويات جنودها هناك، وأن تتحرك قوات العمالقة والمقاومة الوطنية والقوات المشتركة ككل بحسم عسكري. هذه القوات مكبلة أخ رماح بالقرار السياسي. أقصد أنه إذا أردنا، إذا ارتهنت هذه القوات لما يخص لقرار أو أن تنتظر هذه القوات لإعلان فشل اتفاق السويس، فمعنى هذه القوات لن تتحرك ولا على مدى 5 سنوات، وإنما يتم التحرك باتخاذ قرارات جريئة يمكن أن تكون شبه مغامرة لإنقاذ اليمنيين بما يحب، وكون المعركة معركة الحديدة معركة إنسانية لإنقاذ الملايين، ومعركة الحديدة هي معركة الوطن واللا وطن، يعني يجب إما أن يكون لنا وطن وإما أن نبقى بلا وطن مشردين خارج اليمن في مختلف العربية أو في مختلف المحافظات دون أي سيادة أو دولة. الصحفي رماح الجبري ضيفي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول أيضا لضيفي الدكتور عصام شريم عضو مجلس الشورى. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام أينما تكونوا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.